انتهت مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغيرت مواقع العديد من الفرق على سلم الترتيب. انتصرت أندية وتعادلت أخرى وتلقى الثالثة مرارة الخسارة، إلا أن العين هذه المرة ستتجه صوب النادي الأهلي الذي يأتي ثالثا على لائحة الترتيب ب43 نقطة. كانت حصيلة ل13 انتصار كان آخرها على غريمه التقليدي الاتحاد في المرحلة 24 بهدفين لهدف، وأربعة تعادلات كان آخرها أمام النصر في الرياض في الجولة 20 وانتهت بهدفين لكلا الفريقين، وثماني خسائر لم يمضي على آخرها سوى أيام قليلة عندما تلقت شباك حارسه محمد العويس هدفين من أقدام مهاجمي الفيصلي دون رد من أي لاعب أهلاوي. الفريق الأهلاوي حاليا بات في خطر فقدان المركز الثالث، وبالتالي قد يفقد معه الترشح المباشر لدوري أبطال آسيا العام المقبل. أربعة فرق أصبحت قريبة منه وقد تتجاوزه في أي لحظة من خلال الجولات القادمة، خصوصا وأن أوضاع الفريق غير مستقرة سواء من الناحية الفنية التي تمثلت بغياب أهم عناصره الأجنبية لعل أبرزها ديجانيني الذي رفض العودة للفريق، أو يوسف بلايلي الذي لم يعرف مصير عودته وانتظامه مع الفريق من عدمها حتى الآن. ولعل تصريح مدرب الفريق الصربي فلادان ميلوفيتش الأخير وضع أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الفريق في قادم الأيام، ورسم دوائر حمراء كثيرة من الصعب تجاوزها دون وضع الحلول لعلاجها. ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها، فالخلافات وإن كانت ظاهرة صحية في أي مكان إلا أن مناقشتها داخليا وبهدوء بعيدا عن الإعلام هو الحل الأمثل الذي من المفترض أن تعالج به المشاكل، خصوصا ونحن نتحدث عن الأهلي النادي الراقي الجماهيري صاحب التاريخ والبطولات. وبعيدا عن كل التأويلات التي ترى أن هناك صراعات داخلية بين أكثر من جهة، إلا أن الجماهير لا يهمها في المقام الأول سوى مصلحة النادي الذي تنتظره مشاركتين هامتين خلال الفترة المقبلة، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا. ولعل الظفر بأحد هذين اللقبين قد ينهي كل تلك المشاكل ليعود الأهلي كما كان شامخا وبطلا لا يشق له غبار.